اكثر ازعاجا للسلطه سيد علي، هذا الشارع السياسي المؤطر الذي يخرج شبرا بعض ضيقه في توقيت معين ثم ينسحبون، يعني ام هذا الشارع الليلي غير المنتظم؟ كلاهما يزعج السلطه، لكل واحد منهما دور يقوم به في حدود ما هو متاح بالنسبه اليه. فهناك الكثير يعني من الاستهانه بما تقوم به مثلا القوى المعارضه بما فيها جبهه الخلاص من مسيرات تكررت، ويعني هناك نوع من الاستعجال بحيث ليست هناك نتائج ملموسه يعني لهذه التحركات يشعر البعض، وبالتالي بدات هناك حاله من يعني الاستهانه بهذه التحركات، وفي اعتقادي أن هذا يعني منحى خطير. يعني هذه التحركات مهمة جدا واستمرارها محرج للسلطة، وهي يعني تتهيأ في احتضان التحركات الشعبية والشارع الشعبي الذي يتحرك. صحيح أن تحرك يعني الشارع هو محرج أكثر بالنسبة للسلطة ومهدد لاستقرار السلطة، ولكن أيضا الشارع السياسي يجب أن يتهيأ لكل المستجدات وأن يكون حاضرا يعني التطورات التي تشهدها الساحة. هل يقدر سعيد على تنويم الشارع بين ظفرين، الشارع الليلي هل يقدر على تنويمه؟ سيد علي تكلمة، هل يقدر سعيد على تنويم هذا الشارع الليلي؟ هذا الشارع الليلي يعني هو بوادر لتحركات أكثر وانفجار يعني قادم، بالنسبة انفجار اجتماعي قادم يعني نظرا لاستمرار الحكومة في تلبية شروط صندوق النقد الدولي، وبالتالي هناك ارتفاع للأسعار سوف يكون مشطا، وهناك يعني الكثير من المواد الأساسية التي هي سوف تكون مفقودة، وهذا كله يحرك الشارع الاجتماعي، وسوف تكون هناك يعني ضغوط كبيرة من جهة الشارع الاجتماعي. وفي اعتقادي أن الشارع السياسي أيضا يجب أن يستمر في التحرك حتى يعطي رسالة إلى الشارع الاجتماعي بأن هناك غياب للشرعية للسلطة، وأن هناك شارع سياسي قادر على قيادة هذه التحركات والتواصل معها والتواصل مع الشارع الشعبي. وكلما كان هناك التقاء بين الشارع الشعبي والشارع السياسي فإن هناك سوف تكون بداية يعني بداية مرحلة التغيير في تونس إن شاء الله. بداية مرحلة التغيير تكون